اليوم رح نسمع قصة جديدة اسمها زرع بارع. بارع هو صب صغير بيروح مثلكن على المدرسة، وبالمدرسة اتعلم هو وأصحابه يزرعوا حبوب العدس. قالت لهم المعلمة إنه هن بحاجة لصحن، لقطن، لتراب، وأكيد لحبوب العدس يلي بدهم يرشون على التراب. وأكيد ما بننسى إنه نحنا بس نزرع لازم نسقي الزرع بالمي. وهيك صار زرع بارع حبوب العدس ونطر 7 أيام حتى هودي الحبوب نبتوا وصار عندهم شتلة.